ده عملنا ولا بعد حضرتك معينه صناعه الاهاب واللي كانت موجوده اصلا مع الباعه في السوق لكن احنا نبعتها. وبعدين ايه ده كلها بكام؟ 3 جنيه يعني ما هياش حتى وانت اشتريتها ده عدد كامل عن صناعه الاهاب وموجود مع الباعه مع باعه الاخبار ب 3 جنيه لو انت اشتريتها وفيها بحوث كامله من ضمن البحوث التأصيل الشرعي لدعم جهود الدوله الوطنيه ودعم صمود الدوله الوطنيه. معاها الكتاب ده اهو ان شاء الله برضه هنبعت لحضراتكم مجموعه منه مشروعيه الدوله الوطنيه. واحنا لكن بعضكم لقد احنا عملنا زياره ليكم وكنا عاملين في معرض الكتاب 15 كتاب سعر رمزي كان تقريبا 100 جنيه 15 كتاب في مواجهه الارهاب ب 100 جنيه فيهم التأصيل الشرعي لكل ما يتصل بمواجهه الارهاب ده منهم مشروعيه الدوله الوطنيه. بلاش محمد مسكين اديهم في المكتبه وده ايضا كتاب بيفضح الجماعات الارهابيه وايديولوجياتها عن داعش والاخوان. والحقيقه هنبعت لكم المجله عايزين تكسيب جهود في التوعيه بمخاطر الارهاب بالمقابل ايضا يد تحمي وتحرس واخرى تبني وتعمر باهميه العمل والبناء لان انت محتاج دوله تقوم على العمل تقوم على التنميه.